بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني أخواتي، اليوم سوف نلتقي مع درس جديد من دروس لا غرامير، والذي أهدف من خلاله كيفية معرفة الاسم، هل هو مفرد أو جمع. Savoir si un nom est au singulier ou au pluriel. إذن على بركة الله ننتقل لنرى هذه الجمل التي تتضمن الظاهرة. الجملة الأولى: les robes de la poupée. les robes واسم ماذا؟ اسم جمع. لماذا؟ لأنه يبتدئ ب les robes. علامة الجمع هو حرف السين في الأخير. De la poupée. La poupée هو اسم ماذا؟ اسم مفرد، لأنه يبتدئ ب لا. alors la robe في المفرد مؤنث، la robe تبتدئ ب لا، إذن فهو اسم مفرد مؤنث. De la poupée. إذن ننتقل إلى الجمل الموالية. مونا a déjoué. déjoué c'est un nom pluriel. واسم جمع. لماذا؟ لأنه يبتدئ ب دي جوي، وعلامة الجمع هو حرف السين في الأخير. اس على فان سي لا مارك دو بلوريال. عمر ا ان جوي. عمر لديه لعبة. ان جوي، ان جوي سي تان نون ماسكيلا سينغولييه، لأنه يبتدئ ب ان، فهو اسم مفرد مذكر. إذن observe les mots en couleur chromatique. إذن ما نلاحظ الأسماء التي هي بلون المغاير، باللون الأزرق، نلاحظ أنها تختلف من مفرد إلى جمع. مثلا لدينا غوب وجوي، فهي أسماء جمع، سون دي نون أو بلوريال في الجمع، أي لدينا عدد كثير من les robes. il y a plusieurs ou beaucoup de robes. ثم كذلك الجوي، nous avons beaucoup de jouets. عدد كبير من اللعب. بالنسبة les noms robes هكذا، فهي بالإضافة إلى jouets sont au singulier، فهي مفرد. إذن ماذا تقول القاعدة؟ القاعدة تقول les noms au pluriel sont précédés par les ou des. الأسماء إذا كانت في الجمع فهي تكون مسبوقة ب les ou des. ننتقل إلى تمرين. إذن يقول recopie seulement les noms qui sont au pluriel. إذن عوض أن ننقل الأسماء التي هي في الجمع، نحن فقط سوف نذكرها. مثلا لا مير، بماذا تبتدئ؟ تبتدئ بلا. إذا كانت الاسم يبتدئ بلا أو لو أو أن أو أون، فهو اسم مفرد. إلي تو سانغولي. لي بارون إي بريسيدي باغ لي. إذن يبتدئ بلي، فإنه كما رأينا في القاعدة فهو في تانون أو بلوريال. ديكايي كما رأينا في القاعدة يبتدئ ب دي، إذن فهو اسم جمع. اون بوم فيبتدئ ب اون، فهو اسم سانغولي أي مفرد. انامي كذلك هو اسم مفرد لأنه يبتدئ ب ان. لي فروي فهو اسم جمع، لماذا؟ لأنه يبتدئ ب لي كما رأينا في القاعدة. ننتقل إلى الجدول الموالي. وكوبي كومبليت لو طابلو. مثلا لي تروس، هل هو اسم مفرد او جمع؟ اذا كما راينا في القاعده فانه يبتدئ ب لي، اذا فهو بلوريال، اذا هو جمع. اذا مفرده فهو لا تروس بدون حرف السين. اما لا ريغل فهو اسم سانغولي، سي ان نون سانغولي. او بلوريال نقول لي ريغل بإضافة حرف سين في الأخير. Le crayon c'est un nom singulier. c'est un nom singulier. ف
les crayons avec S à la fin, harf sin fil akhir. Des élèves, fawa, c'est un nom pluriel. Demain, nous allons il a singulier, madame Akoul. Nakoulou, un élève, ou bien une élève. Et jouzou, l'ojan, un élève, ou une élève. إذن إخواني أخواتي حاولت أن لا أطيل في هذا الدرس أقول أن يكون تكونوا قد فهمتم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا تنسوا الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو إن أعجبكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته